بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 19 من الكتاب 55، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد. وابن صياد مشكلة من مشكلات السنة، بعض العلماء أنكروها أصلا حتى ولو كانت في الصحيح، زي عدنان ابراهيم بالرغم من كثرة علمي وسعة اطلاعي، وان كنت انا من المعجبين به، الا انه انكرها وقال انها تدل على ان النبي كان عنده تضارب او متضارب، وانه لا يعلم بعض الاشياء وشيء من هذا. ابن صياد، هذا هو موضوع الباب، كيف نفهمه القصة بتاعته، وهي متعلقة ايضا بقصة الدجال، وهناك من أنكر الدجال كعدنان إبراهيم وغيره، قالوا إن قصة الدجال ما فيش حاجة اسمها دجال كشخص يعني، لكن الدجل ده صفة ممكن يتصف بها كثير من الناس، إنما شخص معين كده اسمه الدجال موصوف بالأوصاف اللي قالها النبي كده، لا ما فيش حاجة اسمها كده، أنكروا هذا. فعندنا إشكالين من إشكاليات السنة افتتن بها كثير من المطلعين والقراء وبعض العلماء، وأنكروهما لأنهم لم يفهموا على الوجه الايه الذي يليق. وفهموا أحاديث ابن صياد على أن النبي كان متضارب، وأنه لم يكن يدري، وأنه أراد أن يختبره، واختباره دليل أنه كان يجهل حاله، وهذا كله يؤدي إلى نسبة الجهل للنبي وهي محالة، ونسبة الاضطراب في موقف من المواقف وهي محالة على نبينا لأنه كان على بصيرة، وبالتالي عشان نحافظ على حال نبينا من هذا يقوم ينكر الصحيح وهي وردة في الصحيح، نقول لهم ده وردة في صحيح مسلم، يقول لك ولو ما فيش حاجة باطلة برضه. الله، طب افهمها، طب اقعد بالراحة كده وافهمها، تعالى مسجد الأشرار واقعد واحنا نفهمها لك. فهمت ازاي؟ ما يجراش حاجة، سهلة عشان نفهم، لان النهارده قضيه مهمه على فكره، لان وقع فيها كثير من الناس اساءوا فهمها، حتى ان الصحابه نفسهم تضاربوا فيه، حتى ان الصحابه نفسهم اختلفوا فيه. فهمت؟ فهي قضيه تحتاج الى مزيد بحث وتعليق حتى نبين التضارب في الاقوال فيها، وهي متعلقه بالدجال، لانهم ظنوا ان ابن صياد هو الدجال، فهي قضية ابن صياد متعلقة أيضا بقضية المسيح الدجال ووجود شخصه، وليس هو مجرد كل دجال يبقى اسمه مسيح دجال، لا، المسيح الدجال شخص معين أخبر النبي عنه ووصفه بأوصاف غير الدجاجلة الذين يدعون النبوة والرسالة غيره. فنستعين بالله اليوم كده ونقرأ موضوع ابن صياد. ابن صياد ده باختصار هو طفل ولد ليهود في عصر النبوة، وهذا الطفل كان فيه خصائص غريبة، كان يخبر ببعض الغيوب، يبدو ان كان له قرين من الشياطين كان يوحي اليه بعض الاخبار، فكان يخبر ببعض الغيوب، يعني ممكن يخبر بعض الناس ما يخبئه في بيته، يخبر بعض الناس حديث قاله لإنسان في سر ولم يسمعه أحد. فصار ابن صياد فتنة في المدينة في عصر النبوة، لأن اللي بيخبر بالغيوب ده كان النبي بس، فأول ما جالك ابن صياد كمان وطفل من اليهود وبيخبر بالغيوب بقت مشكلة، زع صيته وطلعت إشاعات كتير، ابن صياد ابن صياد ابن صياد بيقول ابن صياد قال، كثر الكلام فيه كويس. ومش كده وبس، وكان فيه كمان امه
وابوه لم ينجب قبله احد. والنبي قايل ان ايه ام الدجال المسيح مش هتنجب الا واحد، وتكون بعد فتره طويله من الحرمان من الانجاب. كويس. وقال كمان ان امه هتبقى ام الدجال دي اللي هتنجبه، يعني امراه ايه تخينه وليها اوصاف معينه. بصوا على ام الواد ابن صياد، لو هكده ده يكون ده الدجال بقى. ده النبي اخبرنا ان الدجال هينصره اليهود وهيبقى يخرج من اليهود، وانه هو هيخبر ببعض الغيوب وهيبقى عنده بعض الخوارق، والنبي قاعد كل يوم يحذره من الدجال. فاول ما سمعوا عن خبر صياد قالوا هو ده اللي هيبقى الدجال. فلما كثر الكلام واللغط اصبح في المدينه كلام ايه منتشر، فالنبي اراد ان يبين للصحابه بطلان ما يظنون في ابن صياد، فخرج بنفسه يستكشف امره والصحابه معاه علشان يبقى ايه على الملأ. لم يكتفي ان يقول لهم بخبر وهو جالس، لان برضه هذا الخبر مع وجود اخبار بالغيوب متعدد ومتكرره منه قد لا يوئد الفتنه، تستمر الفتنه موجوده، خصوصا ان الفتنه حيه وهو انسان حي كل يوم بيتحرك ويتكلم. فهمت؟ زي متجدده، يعني فتنه متجدده. فالنبي اراد ان يستطلع عمرو بنفسه في جمع من الصحابه علشان يكشفه لهم. يبقى لما خرج النبي عشان يستطلع عمرو، مش عشان النبي جاهل حاله، ده خرج حتى يبين الامر امام الصحابه، يثبت لهم امام الصحابه. فهمت ازاي؟ ولا يكتفي بالخبر بل يكتفي بالايه؟ بالعيان، لان العيان والرؤيه اقوى من الاخبار. وبالتالي النبي كان يريد ان يزيل هذه الشبهه التي سارت في عصره صلى الله عليه وسلم. ثم لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه هو الدجال او ليس هو الدجال. الذين اختلفوا فيه هل هو الدجال ولا لا الصحابه. والنبي لم يخبر، لم يثبت ولم ينفي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تردد في امره. فالنبي لم يتردد في امره. يعني النبي لم يظن انه الدجال مثلا ثم خرج فاستكشف امره فقال هو ليس الدجال، لم يحدث هذا. فلا يوجد تردد من النبي كما يدعي من انكر هذا الحديث ان النبي كان مترددا في امره، لم يكن مترددا في امره صلى الله عليه وسلم. وحنقرا النصوص لا يوجد فيها اي شميمه تردد في امره. وان التردد في امره صدر من الصحابه، سيدنا عمر، سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا عبد الله بن عمر كانوا يحلفوا ويقول لك هو الدجال. خلاص ده اعتقاد رسخ في نفوسهم، وهم ليسوا معصومون. قد يخطئوا، يخطئوا ما يجراش حاجه. النبي لم ينفي هذا الاعتقاد من قلبهم ولم يثبته، تركهم على ما هم عليه، لانه هذا لا ينبني عليه احكام بعد ما عرفوا انه دجال وخلاص. هو النبي اراد ان يبين لهم انه ده دجال من الدجاجيل وخلاص، وانتهت الامر. هو ده المراد، حتى يصرف الناس عنه بعدما كان الناس يريدون ان يجتمعوا عنده افواجا وينصرفوا عن النبي ودعوته. فهمت؟ فنقرا القصه. ثم لما كبر بقى ابن صياد ده اسلم. اسلم. يعني هو صبي النبي دعاه للاسلام ما رضاش يسلم ابدا. ولما كبر وبقى راجل اسلم ودخل في الاسلام، مش كده وبس، وحج البيت. ومش كده وبس، وورد خبر انهم راوه ميتا يوم الحره، يوم استباح جيش يزيد المدينه وقتل كثير من الصحابه، لان اهل المدينه رفضوا بيعه يزيد. فارسل اليهم جيشا استباح حرمة المدينة وسموه يوم الحرة، وقتل فيه آلاف مؤلفة من الصحابة، وانتهكت حرمات بنات الصحابة وزوجات الصحابة، حتى أنه اغتصبوا أكثر من 10,000 امرأة، ومنعوا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجيش الذي له من الله ما يستحق. فقالوا أنهم وجدوا جثته يوم الحرة، يبقى مات، يبقى مش الدجال. الدجال لسه هيجي في الاخر. فهمت ازاي؟ وبعض الناس قالوا لا دي مش موثوق فيها، لا ده ما ماتش، ده هو هيختفي وهيجي في يوم من الايام يظهر لنا. ومش كده وبس، تزوج وانجب، والدجال لا ينجب. فهمت ازاي؟
ففي علامات. قالوا لا، ما هو لا ينجب عند خروجه كدجال. اللي هم مصممين انه الدجال برضو كان هو ابن صياد يمشي مع سيدنا جابر بن عبد الله في الحج، سيدنا جابر بن عبد الله يقول له انت الدجال، يقول له ده انا بحج، ده انا داخل مكه والدجال لا يدخل مكه ولا المدينه. لبيك اللهم لبيك، ده انا بقول لك اهو ومحرم، قول له برضه انت الدجال. ليه؟ يقول لك، يقول له ما انت لن تدخلها حينما تخرج في اخر الزمان تقول للناس انك انت الدجال، اما الان فانت لم تخرج بعد. يعني برضه مصمم. فهمت ازاي؟ يبقى الخطا اللي حصل في ايه؟ في ذهن بعض الصحابه، لم يحدث في ذهن النبي. والصحابي ما يخطئ مش مشكله، ما عندناش اشكال، لانه قد يخطئ في ظنه. فهمت؟ سيدنا عمر كان يحلف، يقسم بالله ان ابن صياد الدجال، يقسم على ظنه وظنه خطا، لكن النبي لم يحدث انه اخبر ان ابن صياد هو الدجال، يبقى النبي لم يخطئ. يبقى قصه ابن صياد ما تدلش على اضطراب النبي او عدم علم النبي او عدم تضارب اقوال النبي او على شك النبي في امره، لم تدل على ذلك قط، بل غايه ما تدل عليه انه نشأ هذا الرجل او هذا الطفل واخبر ببعض الغيوب فانصرف الناس اليه، فالنبي اراد ان يبين امره حتى لا ينصرف الناس اليه. ادي كل القصه. وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم، واللفظ لعثمان قال اسحاق اخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي كره. مين اللي قال ان النبي كره ذلك؟ الصحابي. هو النبي قال انا كرهت ذلك؟ الصبيان جريت شافت النبي جاي وكانوا بيلعبوا عادي، اما الصبيان يلاقوا ناس كبار جايين عادي يجروا. ابن صياد بقى كان صبي بس جريء، فضل قاعد مش همه. فهم؟ فالنبي راح يكلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك، اتشهد اني رسول الله؟ فقال لا، بل تشهد اني رسول الله. رفض الاسلام. فهم؟ ليه؟ لانه هو رسول الله يخبر بالغيوب، وهو بيخبر بالغيوب. فقال له ايه؟ عايزني اشهد انك رسول الله؟ اشهد ان انا كمان رسول الله. اذا كنت انت بتخبر بالغيوب فانا بخبر بالغيوب. فهمت ازاي؟ فقال بل تشهد اني رسول الله؟ فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى اقتله. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ان يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. لو كان هو كما تظن يا عمر انه الدجال مش هتستطيع تقتله، لان ده مش اوان خروجه. ده كلام مش معناه تضارب، ده بيبين لسيدنا عمر انه اعتقاده فيه ليس موثوقا به. فهم؟ فمفيش تضارب هنا في كلام النبي. التضارب هنا في كلام سيدنا عمر. بيقول له ايه؟ سيدنا عمر ظن انه لما يكبر يبقى الدجال، فبيقول للرسول لا انا اقتله دلوقتي عشان ما يخرجش الدجال. قال له لا، الدجال ده هيخرج هيخرج، ولو كان هو مش هتستطيع قتله. طب وليه منع النبي صلى الله عليه وسلم قتله؟ لانه كان صبي، والصبي غير مكلف، او لان كانت هناك مهادنه بينه وبين اليهود، وانه لم يرد ان يخلف شروط المهادنه بس. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم وابو كريب، واللفظ لابي كريب، قال ابن نمير حدثنا، وقال الاخران اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي لما مر بيه كان انتشر خبره، فالنبي أراد يختبره. مش أنت بتخبر بالغيوب؟ طب أنا هخبي لك حاجة معايا وقول لي إيه اللي معايا. فهمت إزاي؟ أراد النبي يختبره أمام الناس يعني. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا،
فقال دخ. يبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال للصحابة ان انا سوف ايه اخبئ عنه قولي ايه يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. ادي قوله واحنا قلناه وهو مش موجود. هنروح بقى نقول له احنا خبينا عليك امر قول لنا ايه هو. اذا كان بقى بيخبر بالغيب النبي كان بيخبر بحديث ايه الكفار في السر مش كده كامل. وهم كانوا ايه بيقولوا بيخبر بالغيوب. فالنبي اراد ان يبين يعمل له اختبار امام الناس ليكشف حاله. فهمت؟ فقال له ايه قد خبأت لك خبيئا. فقال دخ وما عرفش يكمل. يبقى الشيطان القرين بتاعه سمع الايه وراح قالها له فقال له ايه جزء منه. يبقى لا يدرك الاخبار الكامل بالغيوب. ده بيتخطف كده شويه اخبار من الشياطين وبالتالي لا يصلح ان يكون مخبرا بالغيب. الاخبار بالغيب يكون اخبار بالواقع بالحقيقه بجمله كامله عشان يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كهان ضمن الكهنه او ان هو دجال من ضمن الدجاجيل حتى يحل اشكاله. مش بيختبره لنفسه صلى الله عليه وسلم، بيختبره للصحابه لانه قد شاع صيته. فهمت؟ قد خبأت لك خبيئا. فقال دخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تغدو قدرك. ظهرت على حقيقتك، طلعت ولا بتعرف غيوب ولا حاجه، وامرك ما هو الا فتنه للناس. فاراد ان يكشف امره للناس. فقال عمر يا رسول الله دعني فاضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر في بعض طرق المدينه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله؟ فقال هو اتشهد اني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى؟ ايه اللي بتشوفه؟ كل دي اسئله تحقيق معه امام الصحابه حتى يكشف امره لا لنفسه بل للاخرين. وده يدلك على ان ولي امر المسلمين اذا شاعت فتنه عليه ان يستكشفها بنفسه ليكشفها للناس. ودي سنه نبويه لولاه امور المسلمين الا يتركوا الفتنه تشيع في وسط الناس حتى تصير الاكاذيب حقائق، بل عليه ان يستكشفها كل ولي امر المسلمين، لان النبي اهتم بها بنفسه لما زاعت ودخلت بيوت المدينه واصبحوا يتكلمون فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى؟ قال ارى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش ابليس على البحر. وما ترى؟ قال ارى صادقين وكاذبا او كاذبين وصادقا. يعني بيجي له ايه؟ شياطين تصدقه احيانا وتكذبه احيانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوة. لبس عليه دعوه. يبقى ده انسان متشكك موتور ليس عنده يقين متشوش. دعوه يعني لا تلتفت الى فتنته. فهمت؟ لانه باين على طول ان هو بيخبر باخبار كاذبه واخبار صادقه والامور ملتبسه عليه وانه يتهيأ له اشياء يراها وانه عنده نوع من الهلوسه. فيبقى ده انسان مهلوس. دعوه يعني دعوا فتنته لا تشيع خبره. خلاص انتهى بعدما كشفه امام الناس. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نضره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه ابو بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان فذكر نحو حديث الجريري. وعن ابي قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صحبت ابن صائد الى مكه. ده بعد وفاه النبي بقى ابن صائد اسلم وكبر وبقى راجل
ورايح ايه يحج ومعاه مين؟ سيدنا ابي سعيد. فقال لي: اما قد لقيت من الناس يزعمون اني الدجال؟ يعني كل الناس برضو بعد ما اسلم قالوا برضو انت الدجال، متاثرين بقول سيدنا عمر وقول سيدنا، لان الدجال يعني الكذاب، وهو كان بيقول اخبار فيها كذب. فهمت؟ اما قد لقيت من الناس يزعمون اني الدجال، الست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. قال: فقد ولد لي. كل دي علامات، خد بالك. اوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينه ولا مكه؟ قلت بلى. قال: فقد ولدت بالمدينه، وهذا انا اريد مكه. كل دي علامات يعني ان انه مش الدجال اهو. ثم قال لي في اخر قوله: اما والله اني لاعلم مولده ومكانه واين هو. قال: فلبسني. برضه ما زال عنده اللوثه القديمه بالرغم انه اسلم. يقول انا بقى عارف انا مولد الدجال فين ومدينته فين وقاعد فين دلوقتي. هيرجع تاني رجعت ريما لعادتها القديمه. فاهم؟ فعلشان كده ايه لبسني يعني ايه؟ يعني شوش علي. سيدنا ابو سعيد بيقول شوش علي، يعني ما زال مشوشا. فاهم؟ ايه علاقه بقى النبي بمثل هذه الاحاديث؟ يقول لك اصل حديث ابن الصياد فيه يدل على ان النبي كان مشوشا في امره. مين اللي مشوش في امره؟ ده اللي مشوش في امر الصحابه مش النبي، لانه كان مضطرب الاحوال غريب الاطوار. فاهم؟ ادي الحكايه. وعن ابي قال: حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يحدث عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي ابن صائد واخذتني منه ذمامه هذا: عذرت الناس ما لي ولكم يا اصحاب محمد. وقد اخذتني منه ذمامه، يعني كنت ايه يعني ايه ازمه، يعني ما استريحلوش، يعني كنت مقبوض من ناحيته. فهمت ازاي؟ هذا عذرت الناس ما لي، يعني ايه يعني عذرت الناس؟ يعني الناس ايه؟ الناس اتهموني يعني. ما لي ولكم يا اصحاب محمد، الم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم انه يهودي وقد اسلمت؟ قال: ولا يولد له وقد ولد لي. وقال: ان الله قد حرم علي مكه وقد حججت. قال: فما زال حتى كاد ان ياخذ في قول في قوله في في حتى كاد ان ياخذ في قوله، يعني كاد من كتر ما هيقنعه انه هيقتنع ان هو مش دجال ولا حاجه. لكن الصحابه كان راسخ في ذهنهم ما كان في قول سيدنا عمر انه الدجال، خد بالك. قال: فقال له: اما والله اني لاعلم الان حيث هو واعرف اباه وامه. قال: وقيل له: ايسرك انك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض علي ما كرهت. يعني عرض علي ان انا اكون الدجال بقى اللي انتم خايفين منه؟ ما كرهش. يعني ما زال مضطرب الاطوار، يعني حتى بعد اسلامه كان مضطرب الاطوار. فاهم؟ يبقى دي قصه انسان كان مضطرب الاطوار في العصر النبوي. ايه علاقه بقى النبي ان يبقى هو المضطرب النبي؟ شيء عجيب يعني. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال اخبرني الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا او عمارا ومعنا ابن صائد. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت انا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. يعني لما قعد لوحده وكل الناس انصرفوا قال: انا ايه اللي مقعدني مع المصيبة ده؟ ادي معنى اخذتني منه زمامة، يعني ايه كش منه ده. مما يقال عليه، لانه كثر الكلام عليه، لانه اخباره مضطربة، اخبار مضطربة فيه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: ان الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة اللي هناك دي ابعد عني يعني. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس، يعني قدح كبير، فقال: اشرب ابا سعيد.
فقلت ان الحر شديد واللبن حار، مش عايز يشرب من ايده برضه. قال له ان الحر شديد واللبن حار، ما بي الا اني اكره ان اشرب عن يده، او قال اخذ عن يده. فقال ابا سعيد لقد هممت ان اخذ حبلا فاعلقه بشجره ثم اختنق مما يقول لي الناس. يعني كدت ان انا اشنق نفسي وانتحر من كتر الكلام اللي بيقولوا علي الناس. ده مين الدجال؟ ابن صائد اللي بيقول كده. ابن صائد بيقول كده. فقال ابا سعيد لقد هممت ان اخذ حبلا فاعلقه بشجره ثم اختنق مما يقول لي، يعني بسبب ما يقوله عني الناس. يا ابا سعيد، من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الانصار. الست من اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وانا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ كل دي علامات أهو إن أنا مش الدجال أهو. كلامه مقنع يعني. قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره، يعني حتى كان إنه إيه يعذره وإيه وما يصدقش كلام الصحابة فيه. ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال قلت له تبا لك سائر اليوم. رجع يخطرف تاني، رجع إيه يخرف تاني بعد ما قال له كلام منطقي. قال له عارف بقى الدجال اللي انتوا خايفين منه؟ أنا عارف بقى مولود فين وفين أمه وفين أبوه، قاعد فين دلوقتي كمان. رجع تاني يلبس عليه الأمر. يبقى ده إنسان مضطرب، عنده نوع من الاضطراب. فهمت بقى إزاي؟ فالاضطراب كان في شخص ابن صائد وليس في شخص النبي. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن ابي مسلمه عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربه الجنه؟ قال درمكه بيضاء مسك يا ابا القاسم. قال صدقت. يبقى كان عنده بعض المعلومات الصادقه وبعض المعلومات الكاذبه. ملخبط، انسان ملخبط. درمكه يعني ايه؟ اللي هو الدقيق النقي الخالص. دي كده اسم، دي اسم ايه؟ اسمها الدرمكه. يبقى الدرمكه هو الدقيق النقي الخالص. ويبدو ان الروايه دي فيها نوع التفات، ان السؤال كان ابن صائد للنبي، والنبي هو الذي قال درمكة بيضاء، فقال فابن صائد هو اللي قال للنبي صدقت. لكن من شدة التباس الأمر على الصحابة بقوا مش عارفين مين اللي سأل ومين اللي جاوب. فهمت بقى؟ لكن الحقيقة أنك لما تجمع الروايات في المسألة دي هتجد أن اللي سأل ابن صائد، واللي أجاب النبي، واللي قال للنبي صدقت هو ابن صائد. يعني العكس. فهمت؟ لكن من شدة التباس أمره حتى الصحابة نسيوا مين اللي سأل ومين اللي جاوب ومين اللي قال صدقت، من شدة التباس الأمر عليهم في هذه المسألة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة. أو رجع تاني في رواية تانية أبي سعيد قال على فكرة ده اللي سأل ابن صياد واللي اجاب النبي، ده انا التفت علي الامر، ده انا قلت لكم الاول ان النبي هو اللي سال. لا لا، ده اللي سال النبي. شفت بقى ان الامر فيه التباس ازاي؟ ان ابن صياد سال النبي صلى الله عليه وسلم عن تربه الجنه فقال درمكه بيضاء مسك خالص. واللي قال صدقت يا ابا القاسم مين؟ ده ابن صياد هو اللي قال له كده. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن صائد الدجال. يحلف بالله جابر بن عبد الله ان ابن صائد هو الدجال. فقلت اتحلف بالله؟
قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك. يا أخي أنا ماشي ورا مذهب سيدنا عمر. عمر كان بيحلف إن هو الدجال. أنا مالي، أنا ماشي ورا عمر في المسألة دي. هو عمر أصله كان إيه يعني قليل ما يلتبس عليه الأمور. سيدنا عمر سموه الفاروق عشان كده، فالصحابة كانت تثق قوي في سيدنا عمر. لكن هل الخبر عن النبي؟ لا، مش خبر عن النبي. قد يخطئ سيدنا عمر، قد يخطئ، إيه المانع؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي ولم يقره أيضا. لم يقره ولم ينكره. ليه؟ لأن اعتقاد أنه الدجال أو عدمه ما تفرقش كتير، أمر غير هام. هو يكفيك أنك تعرف أن ده دجال من الدجاجيل وخلاص. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة ابن عمران التجيبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، المكان اللي كانوا قاعدين فيه يعني. والأطم هي القصور أو الحصون المرتفعة يعني. يبقى كأن النبي خرج عشان يستطلع أمره، رايح مشوار مخصوص ومعاه الصحابة عشان يستطلع أمره بعد ما شاع خبره. كويس؟ وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني كان سنه داخل على ال 11 سنة 12 سنة، قارب الحلم. فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ يبقى النبي رايح يعمل عليه تحقيق موسع أمام الصحابة عشان يبين حقيقة أمره بعد ما شاع خبره. فهمت؟ ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ، ما كملش يعني الدخان يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن تعدو قدرك فتعلم الغيوب. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلا تسلط عليه. لأن سيدنا عمر في الطريق وهم رايحين يقابلوه بيقول للنبي: على فكرة ابن صياد ده أنا حاسس إن هو الدجال اللي أنت أخبرتني عنه. فلما جاء يقول له أقتله، النبي يقول له: لو كان زي ما أنت بتقول مش هتقدر تقتله، لأن مش هيخرج دلوقتي. يبقى ليه تقتله؟ وبعدين ده لسه طفل، هنقتل طفل؟ وبعدين ده من اليهود وبيننا وبينهم مهادنة، تقتله ليه يا عمر؟ فهمت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، لأنه طفل ويهودي وبيننا مهادنات. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة طافقاء. يبقى دي زيارة تانية، يبقى النبي راح مرتين يتفقد أخباره لشيوع خبره بين في المدينة. المدينة كانت أيام النبي صغيرة، لما يشيع خبر واحد ينطلق الخبر لكل بيوت المدينة، هيبقى في تشويش، فأراد النبي أن يزيل هذا التشويش. إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل، يعني يستغفل ويراوغ أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. الصحابة بيقولوا للنبي: ده بيبقى نايم ابن صياد ده بيكلم نفسه، وهو بيكلم نفسه ده بيقول بعض الغيوب. ده غريب، إنسان عجيب. وقاعدين بعضهم معجب بيه وبعضهم مستغرب في حقه وبعضهم موجس منه خيفة وبعضهم يقول ده الدجال لخبطة. فالنبي قال لهم: طب استنوا بقى، هنروح له ونسمع منه من غير ما يشوفنا. فهمت ازاي؟ يبقى النبي يريد ان يكشف حاله لهم ولا يكشف حاله له لنفسه. عشان كده دخل
ومشي بالراحة يغتله يعني يستغفله، يريد ان يسمع منه قول قبل ان يراه، لان لو رأى النبي مش هيتكلم وهيقعد يتكلم النبي، هو عايز النبي يسمعه ايه كلامه على غير ايه تكلف. طفق يتقي بجذوع النخل، يعني ايه يستخبى، يعني يتقي بجذوع النخل يختبئ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه، حتى يسمعه ايه دون ان يشعر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يختل ان يسمع، يبقى يختل يعني يستغفله او يراوغه ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. زمزمة اللي هو صوت لا يفهم، بلغة المصريين برطمة. زمزمة لغة المصريين ايه؟ برطمة. يقول لك بتبرطم بتقول ايه؟ يعني اما واحد يتكلم كلام ومش مفهوم المصريين يقولوا له ايه؟ انت بتبرطم بتقول ايه؟ فهمت ازاي؟ البرطمة دي هي الزمزمة، كلام غير مفهوم. فهمت؟ فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل. أم صياد من بعيد شافت النبي مختبئ إيه؟ بجذوع النخل قريب من ابنها وهو نايم على القطيفة قاعد إيه؟ يرغو كده، بيعمل أي أصوات كده مش مفهومة. زمزمة. فراحت أم ابن صياد نبهت ابنها. فهمت؟ فقالت لابن صياد يا صاف، وهو اسمه ابن صياد بتدلعه يعني يا صاف، هذا محمد. فثار ابن صياد قام بقى، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني لو تركته بين كذبه. مش النبي مش عارف، بتقول يا سلام. هو في ناس بتفهم الحديث ده ان النبي ندم ان هي نادت عليه فمعرفش يستطلع امره، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو تركته بين ايه لكانت فضح نفسه وبان انه ليس على شيء. فهم؟ فلازم اما تقرا الحديث تقرا ازاي تفهم الحديث، لان في ناس قرات الحديث كده قال لو تركته بين كان النبي ندم ان هي كلمته، كان النبي لسه مش عارف حاله. الله، يعني النبي بيقول للصحابه لو تركته بين لكم انه ليس على شيء، او بان لكم ليس على شيء. قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله، ثم ذكر الدجال. ليه جاب الدجال وهم بيكلموا سيره ايه ابن صياد؟ لان هم اللي ربطوا، الصحابه اللي ربطوا، قالوا ابن صياد ده لما يكبر هيبقى الدجال اللي النبي اخبر لنا عنه. فهمت؟ فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، يعني ليس بناقص، لأنه هيجي يقول أنا إله وهو خلقته ناقصة، أنتم خلقتكم أكمل منه، فكيف يكون إله؟ مش معنى كده إثبات الجسمية لله، لا، إثبات الكمال لله. فإذا كان إله على الأقل يبقى كامل، لكن ده جاي جسم وأعور. قال ابن شهاب وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عيني كافر يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن، وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، لأنه هيجي يقول للناس أنا ربكم وهو مرئي، ويعرف أن المؤمن لن يرى ربه حتى يموت، لأن أنت في حال حياتك لست صالحا أن ترى الله، فكذبه بين. أولا خلقته ناقصة، ثانيا مرئي، والله لا يرى ونحن أحياء قبل أن نموت، والله كامل. فعلى ما كل ده بيحذر أمته، يجي لأن الدجال لما هيظهر حين جهل. فهمت إزاي؟ ومجاعات، وهو هيبقى معاه أموال كثيرة وينفق أموال كثيرة للناس، فهتبقى فتنة. فالنبي يريد أن يعلم أمته إيه دليل أنه كاذب في دعواه. أولا
ناقص الخلقة والله كامل سبحانه وتعالى. ثانيا مرئي والله لا يرى. طول ما انت عايش لن ترى ربك، فهمت ازاي؟ حتى تموت. وعن ابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من اصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند اطم بني معاويه. مره يقول ايه معاويه بني معاويه، وهنا قال ايه غانم، مش كده برضو؟ مغانم. يبقى ده اسم المكان، يا اما اللي اختلط الصحابي يا اما المكان له اسمان، فما يضرش يعني. وساق الحديث بمثل حديث يونس الى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال قال ابي يعني في قوله لو تركته بين، قال لو تركته امه بين امره، يعني بين امره انه ليس على شيء. وعن ابي قال وحدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من اصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند اطم بني مغاله وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح، غير ان عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بن كعب الى النخل. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا هشام عن ايوب عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينه فقال له قولا اغضبه فانتفخ حتى ملأ السكه، فدخل ابن عمر على حفص. كان ابن صياد ده كان ليه اطوار غريبه، يعني ممكن ينتفخ كده ويهيئ للي قدامه انه سد الطريق، ما هو صاحب اطوار زي الحاوي زي الساحر كده، فهمت؟ فسيدنا عبد الله بن عمر ايه لقي ابن صائد في بعض طرق المدينه فقال له قولا اغضبه، قال له ده انت الظاهر عليك الدجال زي ما ابويا بيقول، فهمت ازاي؟ فاغضبه، فلما غضب قال له طب انا بقى الدجال، طب انا هوريك الدجل على عينه، راح نفخ نفسه كده سد له الطريق، واخد بالك؟ فانتفق حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ أنت بتغضبه ليه؟ لو طلع الدجال وأنت أغضبته هتخليه يخرج. أمنا حفصة بتقول لأخوها يعني أنت دلوقتي بتظن إنه الدجال زي ما أبوك كان بيقول كده، طب رايح تغضبه ليه؟ انت مش عارف انه لما هتغضبه هيخرج وانت عايز يخرج، فهمت ازاي؟ يبقى ده كلام من الصحابه، ما النبي بعيد عن الموضوع ده، يعني ما فيش بقى اضطراب عند النبي، ده الكلام ده قصه حصلت بعد وفاه النبي بسنوات، فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى، واحنا عارفين ان الغضبه اللي هيغضبها الدجال ويخرج لما ينتصر المسلمين على الروم بقياده سيدنا المهدي في الجيش اللي هيتخلف تلته ويستشهد تلته وينتصر تلته، فهمت ازاي؟ فيغضب بقى الغضبه يوم يخرج بقى على حياته، فعارفين احنا الغضبه دي ومش دلوقتي، فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن ابن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال قال ابن عمر لقيته مرتين قال لقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون انه هو؟ قال لا والله. قال قلت كذبتني كذبتني والله لقد اخبرني بعضكم انه لن يموت حتى يكون اكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعموا اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقية اخرى وقد نفرت عينه ورمت يعني وبرزت عينه. قال فقلت متى فعلت فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري.
قال قلت لا تدري وهي في رأسك. كل ده لأنهم شاكين فيه. جالوا شوية ورم في عينه. قالوا اه شوف هيتحول اهو هيبقى الدجال زي ما النبي قال. شفت متى ورمت عينك؟ قالوا انا ما اعرفش. قال له مش عارف وهي في راسك؟ يعني ما زال الصحابه كانوا شاكين فيه حتى لما كبر. فاهم؟ كل ده حديث صحابه مع بعضهم البعض. النبي بعيد عن المساله. مش يجي يقول لك لا ده حديث باطل لانه بيدل اضطراب النبي. النبي فين بقى في المساله؟ ده كل ده كلام صحابه مع بعضهم. النبي بعيد عن المساله. قال قلت لا تدري وهي في راسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخر كأشد نخير حمار. سمعت كأشد نخير حمار سمعت. قال فزعم بعضه لما ايه لما قال له يعني ان انا هخزدها لك بالعصايه دي ام ايه نخر يعني بلغة الاسكندرانية شخر يعني مش عاجبه يعني بيستهتر بكلام. فهمت ازاي؟ الاسكندرانيه لما يتضايق قوي من حاجه يقوم ايه يشخر. اه يعني اسمه نخر. فهمت؟ فكذلك الدجال لما ما عجبوش كلام سيدنا عبد الله بن عمر راح شخر له يعني، يعني كلامك ما يستاهلش حاجه. فهمت ازاي؟ قال المعنى ذلك الاسكندراني بقى. قال فنخر كأشد نخير حمار سمعته. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. بعض أصحابه قالوا إيه الظاهر إنك أنت ضربته ضربة جامدة بالعصاية بتاعتك لما عمل كده. قال أنا الظاهر لما غضبت عملت كده وأنا مش واخد بالي. فهمت؟ قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ أنت مالك بيه؟ ما تريد إليه؟ أخته حفصة الكبيرة هي أكبر من عبد الله بن عمر. تقول له أنت مالك بيه يا عبد الله؟ تعمل لنا مشاكل معاه؟ أنت مالك؟ ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ أنت عايز تثير الشر على الناس؟ إذا كان في اعتقادك هو الدجال رايح تغضبه ليه؟ يعني بتقنعه حتى على مقتضى مسايرته على اعتقاده. فهمت ازاي؟ باب ذكر الدجال وصفته وما معه غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامين وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.